في غربه في شرقه أظلم وجودك لن تكون ملوما. هو سيد الرسل الكرام يا أكرم النبي محمد أرقاهم رتبا وأعلى أعلم وعليهم في المكرمات مقدم والله أولى ذلك تقديما. لم يخلق لك أبدا أبدا مثله أبدا أبدا لا خلقه لا خلقه لا شكله لا أصله لا أرله لا فضله لا قبله لا بعده تميما. حسد السماء الأرض منذ ولادتي عليه فأكرمت بوفادتي تساوت بعد السراب سعادتي سبحان من حزر به التعظيما. قرآنه الله شهد الجميع بأنه الله جميع حسن القول أجمع حسنه فاغل فنون فلم تشابه فنه والكتب قرآن حادثا وقديما. على أنبياء لما أتى البيت المقدس جاءوا صلى بهم وهم لدي ولاه كان الإمام وكلهم مأموما. وقال سجدته وقد قيل ارفعي واشفى بالجميع تشفعي. الله ميزه بذاك المجمع وهناك أزار قدره المعلوم هناك عميما. شرفت به الأرض حين وجوده وصمت على الأفلاك عند صعوده وهما ومن حوتا بحكم حسوده لما رأى لا كيف لا تالله ما في الخلق أصدق لهجة منه ولا أبهى وأبهر بهجة كلا ولا أقوى وأثبت حجة منه ولا أسمع علن وعلوما. فأجابهم غضب الإله قد انتهى النبي محمد وأنا لها بمعابد عبد الإله أتى بها لفتوحه لا حفظ لا تعليما. هذا كلام الله جل جلاله معدومة أشباعه أمثاله خير الكلام ولا يحد كماله وبه حبيب الله كان كريما. فالصواب وهو الحري بكل وصف يقبعه وهو الجهول وجعله لا يشرحه بعداوة المختار حل جحيما. سلوا على من قد سرى نهو السماء ليلا فآد فما برحنا نوما بالروح والجسم المطهر قد سما قل وعلم من أبى تعليما. قرآنه شهد الجميع بأنه لم ياتي حسن القول أجمع حسنه فاق الفنون فلم تشابه فنه والقدر طرا حادثا ولا قديما. هذا كلام الله جل جلاله النبي محمد معدومة أشباهه أمثاله خير الكلام ولا يحد كماله وبه حبيب الله كان كريما. سلوا على من قد رأى الرحمن بالعين بين
بل بالقلب أو بالقلب بل بالعين منه إياه بنقاب أو أدنى قريبا كان فخذ الفوائد واحذر الجرسيما عالمة من ركب البراق أتيما وتلاح جبريل الأمين نديما حتى سما فوق السماء قديما فدنا فكلم ربه الذي بابا على من خلفه صلى الرسل شرفا على تمكين عزته يدل فأذن وقل هو سيد لهم ودل لا تخش توبيخا ولا تهشيما أمن على الرسل الكرام تقدم ونوى الصلاة بهم وكبر محرما وسرى إلى ذي الأرش فرضا بعدما بلغ الأنين مكانه المعلوم الله زاد المصطفى التعظيما وقد له التفضيل والتقديما وأنا له شرفا لديه جسيما فهو المتمم فغره تنميما من مثله أبدا ما أن يضر وينفع من مثله يدري العذاب ويدفع من مثله لذوي الكبائر يشفع من مثله بالمؤمنين رحيما أوليس هادينا إلى سبل الهدى أوليس منقذنا من اشراك الردى اوليس اكرم من تامم وارتدى اولم يكن ازكى البريه خيما كلا صلوا على بدر بدا من يثرب واضاع بالاموال اقصى المغرب وجرى على الدنيا دياج القيهب فبدا لنا نهج الرشاد قويما صلوا على من ليس فظا خالصا ابدا النبي صلى الله عليه وسلم لاخيه في الارضاء كان ملاحظا فاجب لذلك كيف كان ملاحظا للأبل فينا مرضئا وفطيما يا أحياء جميع ما أحياه طاعة البيت المقدس جاءه صلى بهم وهم لديه ولاء كان الإمام وكلهم معه أمر شفاعته بيوم المحشر ولخلق في كرب هنالك أكبر رصدوا أباه آدما بتحير موسى وعيسى نوح إبراهيم ويقوم بالباب العلي ويسجد ويقول يا أيجاب قل يسمع إليك محمد ونريك منا نظرة ونعيما يا رب يا رب هذا العبد بابك يقرأ وبخير من شفاته يتشفر خصصته بشفاعة لا تدفع وجعلته بالمؤمنين رحيما يا رب رب فتى جنى فاستأمنا يا تو بمحمد قد نال غايات المنى فبجاهه اغفر ما جنيت فها انا لندامتي قد صرت رب نديما يا وبإذن أبوك من عذابك عائد
النبي ولديك جاء المصطفى هو نافذ وله التجاد فلن أرى محروبا يا ربي يا ربي يا ربي حبني يا رحيم مراحما فقد اقترفت جرائرا وجرائما وظلمت وكم أتيت مظالما بحياتي ارحم ظالما انت من قبل ما قال قصدي شنو انا قد كنت قبل مديه احمد مجرما الله انا وبه غدوت بحمد ربي مسلما وجاء الاله منة وتكرما اجلي بدين محمد مختوما فعلى الجميع وعليه الرضوان وعلى البغيض وحزبه الخذلان ما زال رب الكل وهو امانه ما اضبط لازما ملزوما انا عائشه بنت صايب ذي الفقار محمد وجليسه وتوددي بترددي من ذا يفاخر بي وينكر أزمتي ومحمد في هجره يا رب تقول يا رب سامحنا فإنك قادر أو كل شيء يا إلهي جابر مركزي فإنك ربي للذنوب لغافر وجب لنا بالأبوي إنك ساتر واختم لنا بشهادة الإيمان صلوا عليه وسلموا تسليما لا تنالوا جنة ونعيما